وجاب يعني جانا خبر جدا جدا من أروع ما يكون. المشروع اللي هو كسوة الشتاء اللي في المدينة المنورة للرجال وللنساء وخاص كذلك بالرعاة في هالوقت اللي يعني اشتد البرد علينا فيه، كنا ناويين نجمع 1,000,000، وبدأنا من أسبوع تقريبا. أبشركم أبشركم أبشركم، وجمعنا الآن إلى اليوم تقريبا 500,000. ما شاء الله، يعني نصف المشروع، اللهم لك الحمد. فلم يتبقى إلا النص. وش فكرته؟ وش يصير؟ هي كسوة شتاء عبارة عن ملابس خاصة للنساء، فيه شال، فيه بيجامة، فيه كفوفيدين، فيه فروات للرجال كذلك، للرعاة أنفسهم، وتوزع على الفقراء، على الأرامل، على المساكين، على المحتاجين في المدينة تبع جمعية البر بالمدينة المنورة. 50 ريال، ما قدرت 30، 10، 5 ريالين، كلش مقبول، كلش لش على قولة واحد من الشياب، ما يضيع شيء بإذن الله عز وجل. لو تسوس يدين تدفي واحد، لو يشترون بها مبلغ يعني شال أو شيء، أو يتعاونون، هذا من 5 وهذا من 12 وهذا من 13، ورب العالمين يوفقنا جميعا ونتشارك في هالمشروع اللي بنقفله إن شاء الله. إن شاء الله خلال هالأسبوع أن منتهين منه، والله يتقبل منا ومنكم. طيب أنت قيمة الكسوة هنا قلت من شوي كم؟ 100 ريال، عفوا، الكسوة قيمتها 100 ريال وليس 50. هدفنا نجمع 10,000 وجمعنا 5,000 الحمد لله الأسبوع الماضي واللي قبله، اللهم لك الحمد. طريقة التبرع وأسلوبها بنشوفها. للمساهمة في تدفئة محتاجي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر تطبيق الراجحي، من أسفل القائمة الرئيسية اختر التحويل، ثم اختر التحويل لجمعية خيرية، اختر التنمية والإسكان، اختر أو اكتب في محرك البحث جمعية البر بالمدينة. من حسابات الجمعية اختر حساب كسوة الشتاء وأدخل المبلغ الذي ترغب أن تساهم به، انقر على التالي وستصلك رسالة التأكيد على جوالك، ثم هنيئا لك أجر جزيل وخير عميم. Yes, yeah.